بيم ولا مرسيدس والهوا راح والاثنين بيلموا كده احنا بنصور مبقاش شايفين. ازيكم سهول العالم؟ ان شاء الله عاملين طرابي ام اللي طلعت معانا في فيديو الفيسبوك، كنت سايبه لك فقلت عليه مثبت. وطيارة مرسيدس قبل كده عملنا برضه مرسيدس اصغر منها وكان شكلها احلى، هسيب لك الفيديوين دمت فقلت عليه مثبت ان شاء الله. وانزل قول لنا انهي طياره احسن وبتحب انهي طياره وانهي ماركه في الفيديوهات احسن. وياسين ويوسف عاملين لكم فجاه يا جدعان، واخدين لهم المفاجاه. عادل بالتقدير، عادل الشالوم، عادل عادل امسكها عادل. خدت شهادة التقدير، خدوا شهادة التقدير يا جدعان. ما تنسوش بقى تشتركوا في اللايك وشير وسبسكرايب بعد الفيديو. ماشي، قول لهم بقى يقول لك شاح ياسين عاش ياسين، قولوا لياسين عاش. ياسين ويوسف مجتهدين واخدين شهادة التقدير اهي، شهادات تقدير. يلا يا خدمة يا جدعان، يلا شهادات يوسف. اوعى تكونوا سارقينها يلا وكاتبين عليكم اساميه. ايه؟ تكتب ولا ياسين؟ ياسين هو اللي سارقها صح؟ تعرف تكتب اسمك اصلا؟ خط ولا يا عم الخط اللي كاتب خط كويس يا عم. احنا خطهم دوم مش هنعين شهادة ياسين ويوسف هنا عشان ايه ياسين ويوسف ما يضربناش، هنحطهم هنا كده ونحط عليهم حتة طوبة بسيطة عشان ما يطيروش. ونطير أول طيارة مرسيدس ونعمل تحدي بين مرسيدس وبي ام دبليو، واللي هيكسب هياخد معانا يكسب الطيارتين والتاني يخسر طيارته، واللي هيخسر هيخسر 50 جندي. اتفقنا يا رجالة؟ قصدي اللي هيكسب هيكسب 50 جندي، واللي هيخسر هيخسر طيارته طبعا. يلا يا رجالة، اللي هيكسب كده هياخد الطيارتين و50 ايه جندي. بس تقريبا مفيش هوا، الله اعلم. يا رب هوا شديد، يا رب يا رب هوا شديد يا رب. طيارة مرسيدس طلع مش عارف، انا بقيت بعمل الديول قصيره ليه؟ مش عارف بيجيلي حول وانا بعمل الديل. الديل بي ام برضه عايز يطول، وديل مرسيدس عايز يطول. بكسل اعمل ديل؟ الديل يا جدعان يا الله اعلم بيغيب قد ايه عما نعمل الديل. يعني الطاقة شكلها حلو بس الديل انا قلت لك الديل صغير يا مان. ما انت قلت لي فعلا الديل صغير، بس الواحد يا جدعان بيتعب عما بيعمل الديل دوت، اكتر حاجه متعبه وبتتعب الديل. خد يلا يا يوسف اعمل عني النيه، اعمل بقى عني النيه، اعمل شده اهي. يلا اعمل عني النيه، هنشوف يوسف. اوعى انت يا ياسين بقى، اوعى ما خلاه له تشد ويعمل عني النيه. يلا يا يوسف يلا عني النيه، سمع الوانه سمع الوانه وهبطها هبطها خالص. عني النيه، يلا يا يوسف قول عني النيه. اصغر عن النين كده. طيارة مرسيدس طارت، هنطير بي ام على طول. بي ام برضه الديل بتاعها قصير بعد اذنك جدا يا جدعان، على الديول القصيره اللي بتطلع دي، لكن الله اعلم الديل يعني ممكن نقعد ساعتين في الديل ده. يعني احنا ممكن نعمله خفيف وطويل، بس انا ما بحبش اعمل كده، يعني انا بحب الديل يكون طويل وتقيل في نفس الوقت. يعني طريقه الديل شرحها لكم، اللي ما اتفرجش على الفيديو بتاع بي ام دبليو عملنا بيه تحدي بالفيسبا وبالعجله، هسيبه لك فقلت عليه مثبت ان شاء الله. وانزل قول لنا برضه لو انت اتفرجت على الفيديو عرفنا وقول لنا عجبك ولا ايه، وعجبك الفكره الجديده اللي عملناها بيه. الطاقة طبعا اتدغدغت شوية وممكن تعصلك عما تطير عشان اخر فيديوين دغدغناها. العمود عايز يقصر سناية بس كده وهتطير على طول ان شاء الله. يلا مرسيدس ما تلمهاش بقى، ما تلم، اقعد اغمز ورم. يلا شوية هوا حلوين اهو ان شاء الله الطاقة هتطير. يلا بي ام، بي ام مش عايزة تطلع، بي ام مش عايزة تطلع. طلعت اه، لسه برضه معصلكة شوية عشان الهواء النهاردة مش شديد خالص والجو شمس واحنا قبل الظهر. يلا بي ام بعد الظهر، احنا بعد الظهر، احنا قبل العصر. يا رب هوا شديد يا رب يا رب. ايه يلا هبطنا ليه؟ لم واغمز، لم ارفعها واغمز، هو مفيش هوا اصلا. يلا على مهلك على مهلك، لمها 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 لمها. عمال يرمي بس يرمي بس، والله بغمى. ماشي ماشي ماشي، مش مشكلة هتطير إن شاء الله. طيارة على ياسين، يا رب هوا شديد يا رب، مفيش هوا شديد. يلا روحي بقى، أنت ما تعرفش البي إم دي تقيلة على الجو تقريبا. ما تعرفش فيها إيه، الطيارة بتغمز بتنزل لتحت ما بتطلعش لفوق، مع إنها كانت طيارة حلوة مش عارف مالها. يلا يا يوسف ودي الطيارة. يلا يا يوسف وديت الطيارة يلا. يوسف ده ولا ياسين؟ إيه؟ يوسف. عاش يلا يوسف يلا. عاش يلا يوسف يلا. يلا هلا يوسف يلا جامد يلا يا يوسف. يلا روحي بقى روحي بقى، ده انت طياره يا رب هوا شديد يا رب. يلا روحي، هتروح ولا هتعملها البي ام بعد عذاب؟ وعملتها بعد عذاب وطار طارت اه، بس لسه تقيله يا جدع على الهوا الطياره دي.
تقيلة بتنزل لتحت مش عارف ليه. الدل خفيف بس الطاقة تقريبا تقيلة ولا العمود قصير؟ أيوة لا يوسف نصب قبل، يوسف نصب قبل. يلا لا ياسين تعال 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 تعال، خد يلا ياسين الطاقة دي تقيلة وهوب بتديني واحدة خلفية. لا يوسف وامسك متى يلطة. يلا لا يوسف تعال ادي ياسين بقى، اغمز ياسين اغمز ياسين. الهوا اخا هذا انت اكيد طيب، هات انا ما اعرفش اطيح. طب يلا ليه مش بكوا بقى في بعض، الطاقة دي تقيلة يا يوسف على فكرة، دي تقيلة اوعى اوعى اما ارفعها لك، بس اوعى اما ارفعها لك. يلا هتعملهم صيدة. يلا يا سيوفا امسك 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 يا يوسف، استنى اما ارفعها لك بس شوية عشان الهواء ضعيف جدا النهاردة، ضعيف جدا. يلا لا سيوفا رفعت اهي رفعت اهي، امسك طيارتك بسرعة. يلا امسك يا يوسف داخل عليك اهو. يلا صيدوا بقى اوب اوب الحق بيم. يلا يلا اشبكوا بقى في بعض، واحد يجي يلا 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 اوب اوب اوب، عملوا المقص لموا لموا لموا، مين هيبعدوا عن بعض بقى، مين هيجيب مين، مين بيم ولا مرسيدس، والهوا راح والاتنين بيلموا يعني يا دوب، ومين يا سينا هيكسب ولا يوسف، والطاقتين نازلين بيم ولا مرسيدس، ياسين ولا يوسف، من سيفوز من سيكسر طيارة التاني، مين هياخد طيارة التاني، ياسين ولا يوسف، ياسين ولا يوسف، شدوا شدوا اللي يجيب التاني لحد ارضه، انا هسلك الدلاع عشان ما يتقطعش. اصبر كده يا يوسف اوه عشان ما يتقطعش، عمال يشد على الفاضي. شد على الفاضي في ايه؟ عمال يشد على الفاضي، تعال شد كده شايف الطيارة بتجي كده. بتجي كده ازاي؟ بتيجي الخبز. لا 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 هقول لك ايه اللي حصل، اللي حصل اللي يوسف خيطه لسه طايره. لا ياسين اللي كان ماسك المرسيدس صح، فياسين ايه طيارته طايره، فيوسف بيشد الخيط فالتاني بيسحب من الناحيه الثانيه، انت فاهم الدماغ؟ يعني ياسين بيشد بيسحب من الناحيه الثانيه من الخيط، قصدي يعني هفهمك تاني. ياسين يوسف اللي كان معاه المرسيدس صح، فياسين اما ايه ياسين اللي كان معاه المرسيدس، ايوه كده صح، ياسين لما بيجي يشد بالمرسيدس بيشد الخيط بتاعه، اسمع بس، يوسف لما بيجي يشد بيشد الخيط من الناحية التانية، من ناحية الطيارة المرسيدس وهي طايرة، مش كان الخيط لسه في خيط متبقي هناك. ياسين مبحر بمعنى أصح فهو مش عارف يشد. لا لا مش حكاية كده، حكاية اللي ياسين كان خيطه لسه إيه؟ لسه طايرة، طيارته لسه طايرة، فيوسف لما بيجي يشد هو خلاص لم خيطه، فلما بيجي يلم بيلم منين؟ بيلم من الناحية التانية من الخيط، فياسين شغال يشد فبيشد على الفاضي يا عيني، لأن طيارته طايرة ودوت بيسحب من الخيط من الناحية إيه؟ أيوة التانية. عشان كده في المصيدات بنصح دايما لما بشبك لازم انا الف كذا لفه على الخيط عشان لما اجي اشد ما اشدش ايه ما يشدنيش من الناحيه الثانيه شبه ما بيحصل. يعني كده يوسف هو اللي كسب. يوسف هو اللي كسب. عرفت يا عم ياسين؟ معلش يا عم ياسين. دي حاجه اتعلمك المره الجايه. دي حاجه اتعلمك المره الجايه بقى لما تيجي تصيده ما تخليش خيطك ايه؟ لا تلف كذا لفه على الخيط. لا هتعمل ايه؟ هو انا معيش فكه دلوقتي ماشي علمتها. ياسين كسب تحدي، الناس قالت لنا في الكومنتات ويوسف كسب تحدي، فياسين كان ليه 30 ويوسف 20 فياخدوه كده، بقى في 50 ياسين هياخدها و50 ايه 30 ويعني كده ياسين هياخد 80 وانت تاخد 20. لا الناس قالت في الكومنتات وقالت اللي انا كسبت تحدي على فكره، تحدي اللي هو ساعه لما الطاقة وقعت قالوا اللي انا كسبت. ايه؟ لا اللي 80 ليه؟ ياسين ما كان ليه 20 قصدي ليه؟ يلا يوسف اللي كسب التحدي دوت، يوسف ليه 70 وياسين ليه 30؟ انت ليك 70 وهو 30 خلاص؟ خلاص يا عم هو احنا كلهم كده كام؟ انت 70 وهو 30 يعني كام؟ 100 100 هو هياخد 50 وانا هاخد 50 خلاص ماشي، انت هتاخد 50 و50، يوسف سلمي يا جدعان وبيقسم مع اخوه خلاص؟ خلاص يا ياسين بقى ما تزعلش ما تزعلش ياسين تزعلش. امال في ايه؟ ما انت 50 و 50، ما الناس على فكره قالت مرتين في فيديوين انت اللي كسبت، وقالوا يوسف كسب في فيديو، اخر فيديوهات احنا عملناها الناس قالت يوسف كسب في فيديو وانت فيديوين وانا فيديو، يلا زعلان؟ تقول لي ناسي على شهاده التقدير بتاعك، شهاده التقدير بتاعك فين؟ عطشان عطشان خلاص ايه؟ هو فعلا عطشان الجو حر واحنا قبل العصر بنعتذر جدا عشان الطاقات ما طارتش بعيد وكده، بس ان شاء الله هنعمل فيديو تاني هيبقى اجمد من دوت بكتير، شكرا لعمر يا جدعان وتحيه خاصه لعمر. بص عمر بيصور ازاي؟ بص يا جدعان عمر بيصور ازاي؟ بيصور ازاي عشان الشمس ونطلع لكم اضاءة حلوة عشان احنا بنصور ما بقاش شايفين. عمر يعني بيصور يا جدعان وهو ما بيبقاش شايف، فاحنا بنعتذر جدا ايه؟ يعني عمر يعني معذبينه شايفين عملنا الاختراع ده عشان ايه؟ نحجب الشمس شوية. نحجب الشمس والجو حر ولا حاجة يعني. الله اعلم احنا عاملين ايه؟ ما تنساش بقى تشترك في قناة عمر اللي هتظهر هنا اللي بنقول مليون مرة هتظهر ان شاء الله هتظهر قريب باذن الله. ان شاء الله. بعد فيديو المستعمر. بعد فيديو المستعمر باذن الله. سلام.